صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. وهذا الصباح لقاء يومي متجدد على شاشه النيل الاخبار مع حضراتكم على الهواء مباشره من الان وحتى قبل العاشره بقليل في مجموعه من الحوارات والفقرات. صباح الخير يا احمد. صباح الخير نرمين، صباح الخير لكل المشاهدين. ان شاء الله معاكم في مجموعه من الحوارات والفقرات تنال اعجابكم. من ضمن الحوارات اللي معانا النهارده هو الاستثمار في مجال الزراعه. بتأكيد قطاع الزراعه قطاع حيوي جدا بيحقق الامن الغذائي لمصر، ومن المفترض انه كمان يبقى في فائض للتصدير عشان يدخل يعني دخل قومي للبلد. الفلاح طبعا من أهم أعمدة هذا القطاع الحيوي، وإزاي ممكن الاستثمار في مجال الزراعة أن هو يساعد الحكومة على الاستفادة من هذا القطاع والنهوض به ويعالج سلبيات كتيرة موجودة في هذا القطاع بيعاني منها العامل. طبعا بالإضافة لحوارنا عن قطاع الزراعة معنا حوار آخر مشاهدينا متعلق بقطاع السياحة والجهود الحكومية المبذولة من جهات ومؤسسات ووزارات مختلفة معنية بقطاع السياحة تحديدا لعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وجذب السائحين مرة أخرى وتحديدا من روسيا. طبعا في جهود كبيرة جدا بتبذل لإقناع الجانب الروسي لعودة السياحة مرة أخرى وشركات الطيران الروسية تقوم برحلاتها المعتادة. في هذا الإطار في تصريح جديد من المسؤولين الروس بيتعلق بالثورة الجديدة اللي بتنتهجها مصر في عالم السياحة وإزاي ده ممكن بالفعل يؤدي لعودة السياحة الروسية مرة أخرى في القريب العاجل. هنتكلم بشيء من التفصيل حول الموقف الروسي حاليا من عودة السياحة إلى مصر مرة أخرى. ده بالإضافة كمان إلى فقرتنا الثالثة المعتدين عليها، قراءة في أخبار صاحبة الجلالة ومتابعة لأهم الأخبار الأحداث الجارية اليوم، وطبعا من أهمها زي ما احنا شايفين على مدار اليوم الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق. هيكون معانا أحد يعني العاملين في بلاط صاحبة الجلالة عشان نتكلم معاه بالنقاش والتحليل حول أهم مستجدات الأحداث النهاردة. طبعا معنا وقفتنا المعتادة مع حضراتكم أخبار الرياضة والملاعب طبعا وأخبار أيضا المال والأعمال، وإن شاء الله برضو حنكون معاكم نتعرف على حالة الجو وحالة المرور في جولة إخبارية متنوعة نلتقيها مع حضراتكم بعد الفاصل. صباح الخير، صباح جديد على كل مشاهدينا في كل مكان. فقرتنا الرياضيه الثابته، يا رب نكون بنقدر نفيدكم بالشكل اللي يعني اللي احنا بنامل فيه مع دكتور عبد الرحمن. ازيك يا دكتور؟ صباح الفل، عامل ايه؟ كنت في الجيم؟ انا مبسوط على الكوره دي يا احمد. يا باشا عشان كده احنا جايين عشان تقدم الحلقه وانت مبسوط، بس الاولاد ده هيبسطك اكتر وهيخليك تستغرب ليه الناس بتعمل في نفسها كده، اقسم بالله. وليه جنون العضلات بيخلي الناس يدمر حياته ويخلي مش عمره تدريبي ده عمره كله قصير. كنت في الجيم فلقيت حد في غرفة خلع الملابس بيعمل حاجة لطيفة جدا قبل التمرين، بيفك علبة فياجرا حبايتين وقام واخدهم. في حين ان انا عارف ان حباية او بسمع ان لو حد متجوز وخد حباية وهو عنده مشاكل صحية لود على القلب، لود على الدورة يعني فايه علاقه الفياجرا بالتمرين بان هو ياخد حبايتين يعني انت ايه رايك في الكلام ده؟ بص هو يعني نفهم الاول ايه يعني ايه هي الماده بتاعت الفياجرا اللي هو النيتريتس. تمام. السلدنافيل ده حاجه زي النيتريتس، دي موسعات للاورده والاوعيه الدمويه. تمام. فليها استخدام في الموضوع اللي بتستخدمه فيه قيمه الفياجرا ده. تمام. لكن كتمرين اقول لك تمام اخش على اللي بعده على طول. كتمرين يبقى هو الراجل ده بيستخدمه عشان البمب بتاع العضلات. ان احنا بنستخدم فيه حاجات اسمها ضخ الدم يعني. ضخ الدم للعضلات، في حاجه اسمها البري ورك اوتس او منتجات بتستخدم قبل التمرين بتساعد اللعيب ان هو يضخ دم اكتر للعضلات، فاول حاجه يحس فيها بقيمه التمرين ويوصل لها التغذيه اللي هو بياخدها اثناء التمرين او قبليه او بعديه. تمام. طب انا دلوقتي لما هتمرن ولو اشتغلت ورك اوت او اشتغلت فيتنس او اشتغلت جريت على المشايه هيحصل لي ضخ دم عالي قوي وهيبقى طبيعي، واعتقد انه هيبقى افضل مليون مره من اي فياجرا. لا هو التصرف العام ده تصرف غريب جدا بالنسبه لي بصراحه. زي ما قلت لك في منتجات صحيه ممكن تستخدم زي اللي هو النيتريك اوكسايد او الاحماض المائيه زي الارجينين، الحاجات دي كلها بتتكسر في جسمك في ظرف ساعه للنيتريك اوكسايد اللي هو بيساعد على توسيع الاورده الدمويه والشعب نفسها فيبدا يضخ دم في عضلاتك، وهو اساس التمرين هو البمب. يعني اساس ان انت العضله تستفيد
من الحركه اللي بتعمل لها ان يوصل لها دم اكتر فتنمو. طيب في حاجه انا سمعتها عن بعض المكونات الغذائيه اللي هي بتدي فيتنس او بتدي نفس جامد جدا في التمرين، وفي ادويه كمان برضو بتوسع الشعب الهوائيه بتدي طبعا انت اكيد عارفها يعني بتدي باور جامد انت او بتدي قوه ان انت تتمرن في التمرين فترات اطول. بالظبط. وهم للاسف من بعض جهل المدربين بيديها للناس اللي اوزانها كتيره عشان تخس. هو القصه ان هو بيديله باور او بيديله طاقه ان هو يتمرن اكتر فبيبدا يبدا يوسع الشعب الهوائيه فقط لا غير. بالظبط. جنون العضلات ممكن يضيعك، ممكن يفقدك بره اسرتك، ممكن يتم اولادك. اتمرن لصحتك مش عشان تتمرن عشان تبقى انت شخص منظر من بره وبس وتمشي تعمل كده وكده. اتمرن عشان الاجهزه الداخليه قلبك وكليتك. انا افتكرت حاجه دلوقتي ما اعرفش الشيء بشيء يذكر. افتكر بسرعه عشان احنا الفصل بتاعنا. لا خلاص بس هو يعني الغلطه في الحاجات بتاعت الجيم والسبلمنتس او الاسترويد بفوره. لان في يعني لسه سون لسه حالا في اثنين ابطال عالم، دالاس ماجايفر وبويندا، الناس دي هي توفت توفد من دوزز مختلفة شوية، مش هنقعد نحكي عن ايه تفاصيلها، بس في ناس ابطال عالم ابطال مستر اولمبيا يعني ليهم في الموضوع ده 10 و13 و15 سنة بيمارسوا الكلام ده، وربنا قدر ان هم بغلطة بسيطة بفورة في العمر. بعد الفاصل مع دكتور عبد الرحمن ربنا يديه طول العمر. ورجعنا بعد الفاصل. احنا اتكلمنا قبل الفاصل يا جماعه شويه عن السبلمنتس، عن المكملات، عن اخطار ان انت تاخد ادويه او تاخد مكملات بشكل غير مقنن او تحت اشراف طبي. الكلام ده مهم لازم الناس كلها تعرفه، لازم تراعي ان هي لازم تاخد الكلام ده بشكل سليم، وانها عشان توصل لفورمه كويسه مش ضروري قوي كل الحاجات دي قد ما اهم حاجه هي التغذيه. النهارده هنتكلم برضو عن تمرين من الحاجات المهمه جدا 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 لعضلات الظهر، هو تمرين السحب الارضي. السحب الارضي ليه موداليتيز كتيره قوي او ليه فاريشنز كتيره، ليه تنوعات كتيره او ليه ابضات كتير. انا اخترت النهارده المسطره خالص، وبلعب عليها ريفرس، بلعب بيها مقلوب. دي بتساعد قوي في ان الظهر يبقى اعرض تمام، وبتتحرك اللاتيسمس او الماجنس بشكل معزول تماما. هنشوف مع بعض الحركه وازاي نقدر ننفذها. انت بتقعد القعده بتاعتك كويسه على الجهاز، رجليك بتبقى قدامك مش مفروده على الاخر عشان تقدر تتمرن، لا يبقى رجليك نص ثانيه ماسك الاب صح، وتبدا تسحب على ظهرك لورا وتنزل. الناس تاخد بالها ان ظهري مفروض مش مايل، ظهري مفروض، اسحب وانزل. ممكن بس تبقى في شويه ليننج فورورد او الميل لقدام عشان افرد العضله قدر المستطاع وانزل تمام، وهكذا بحيث انت تحس بالقفله بتاعه الحركه وتحس ان ظهرك نفسه بيتقفل وبيتشد معاك اهو. اوكي. الكلام ده برضو نفس المجموعه بتاعه السحب الارضي بالهاند، هي المسطره تقدر تعملها 4 مرات، 4 مجموعات يعني، كل مجموعه 10 عدات. احنا في هاندز كتيره ممكن نستخدمها في القبضه الضيقه وفي غيرها كتير برضو نفس الاداء، بس كل فكره من دول ان كل هاند من دول بتشتغل على مجموعه عضليه مختلفه تمام. الموضوع سهل وبسيط، بس كل فكره تبقى عارف انت بتشتغل ازاي وبتادي الحركه ازاي. هنعملها كمان مره بحيث ان نشوف معانا الحركه كويسه وبسهوله جدا. انت هتحط رجليك صح على الجهاز، هتسحب المسطره، انا بحب اشتغل زي ما قلت لكم ريفرس، ايدي مقلوبه واسحب وانزل، اسحب وانزل. ظهرك مفروض، في ثبات في الحركه، وبتشتغل سلولي خالص بالراحه. خلصت المجموعه بتنزل وانتهى. زي ما بقول لكم دايما احنا محتاجين نفهم يعني ايه دايت، نفهم يعني ايه رياضه ونمارسها صح. اشوفكم دايما على خير، ابعدوا عن الاصابات، مستمرين على الدايت والرياضه، واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.
اهلا بحضراتكم في جوله اخباريه نعرف فيها اخر المستجدات على الساحه المحليه والاقليميه والعالميه، ونبتدي باحوال المرور. طبعا الاسبوع ده تحديدا اول اسبوع في المدارس، بالتاكيد كل الناس عايزه تطمن الطرق عامله ازاي. معانا الزحمه كمان يعني في فرق الحقيقه. معانا على التليفون مقدم عماد حماد المتحدث باسم الاداره العامه لمرور القاهره. صباح الخير سياده المقدم. صباح الخير يا فندم، يوم طيب على حضراتكم والساده المشاهدين جميعا ان شاء الله. امين يا رب. يا ريت تطمنا على احوال الطرق النهارده في شوارع القاهره ايه؟ هو امبارح احنا مشينا اليوم كويس جدا على فترات الصباح او الفتره المسائيه بالنسبه لاول يوم مدارس، لكن النهارده بادئين اليوم بكثافات مرتفعه جدا خاصه في محور صباح سالم في اتجاهين. صباح سالم في اتجاهين بيحمل كثافه الى الان كثافه مرتفعه سواء للقادم او المتجه لمناطق مسار القاهره، عشان كده احنا بننصح للقادم او المتجه لمطار مسار القاهره يفضل استخدام محور النصر حين تعمل كثافه متواجده على محور صلاح سالم، يمكن ده ابرز محور عندنا بيحمل كثافه مرتفعه. من الاماكن الاخرى اللي بتحمل كثافه عندنا في القاهره منطقه الزمالك من الداخل بدات تاثر على كوبري 15 مايل القادم من مناطق الجيزه، ايضا منطقه المنيل والروضه للقادم من كوبري عباس خالد منطقه الجيزه بدات تتاثر من تجمع مدرسي ايضا بشكل كبير في منطقه المنيل. عشان كده بننصح للقادم من مناطق الجيزه يفضل استخدام كوبري اكتوبر وكوبري الجلاء وكوبري الجامعه والابتعاد تماما عن كوبري 15 مايو وكوبري عباس، لان كلا المنطقتين بيحملوا كثافه مرتفعه نتيجه التجمع المدرسي اللي موجود في القاهره سواء في المنيل او في منطقه الزمالك. المنطقه الثالثه اللي بتشهد عندنا كثافه في المنطقه الرابعه عفوا منطقه المعادي من الداخل تشهد كثافه وان كانت غير مؤثره حتى الان سواء على محور الكورنيش او على محور الاوتوسترات، لكن في كثافه في منطقه المعادي من الداخل نتيجه ايضا التجمعات المدرسيه اللي موجوده داخل المعادي من الداخل. عندنا محور الكورنيش بيحمل كثافه للقادم من المعادي من عند المحكمه الدستوريه وحتى اعلى الملك صالح، كثافه متحركه معتاده في مثل هذا التوقيت في مثل هذا المحور. ايضا المتجه لمناطق المعادي في كثافه من عند ابو العيله من عند التلفزيون كده لحد منطقه نفق كمال الدين صلاح او مع منطقه خلف معهد الاورام، دي بتحمل كثافه ايضا، دي نتيجه طبعا دخول الموظفين التابعين لمبنى مسير ومبنى وزاره الخارجيه وكثافه المباني المتواجده على محور الكورنيش. الكثافه الخاصه بنقلهم عملنا بعض الكثافه في منطقه الكورنيش، ده ايضا كثافه معتاده، لكن اللي احنا بنقوله الكثافه دي يمكن تعديل المسارات بالنسبه لها اللي هي غير معتاده زي صلاح سالم، زي منطقه الزمالك كوبري 15 مايو، زي منطقه المنيل والروضه اللي جايه من كوبري عباس، زي منطقه المعادي من الداخل. ايضا عندنا محور الاستيراد حتى الان لا زال يعمل بشكل جيد في اتجاهين، مطالع ومنازل التجري لا زالت تعمل بشكل جيد حتى الان. القادم من مناطق شرق القاهره سواء من طريق السويس او القاهره الجديده او التجمع ما يغيرش مساراته، سواء قادم من محور الثوره او من محور المشير، كلا المحورين يعملها بشكل جيد في اتجاه مناطق وسط المدينه، ما يتمش تعديل اي مسارات بالنسبه لهم. القادم من مناطق طريق المعليه في كثافة مرتفعة جدا اتجاه محور صلاح سالم، يفضل بالنسبة له استخدام محور الدايري أو استخدام محور المليون شجرة اتجاه مناطق النصر، هيكون أفضل حالة لأن هناك كثافة مرتفعة جدا للقادم من طريق الإسماعيلية اتجاه مناطق صلاح سالم، عشان كده يمكن تعديل مسار بالنسبة له. احنا في ذروة الكثافة الفترة الصباحية، نتمنى إن شاء الله يتم الانتهاء منها في فترة وجيزة وتصفية كافة الكثافات على مستوى القاهرة. تمام، نشكر حضرتك جدا مقدم عماد حماد المتحدث باسم الإدارة العامة لمرور القاهرة. زي ما تعرفنا على حالة المرور هنتعرف برضو على حالة الجو. معنا الدكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، أهلا بيك دكتورة إيمان. أهلا بيك أستاذة نرمين. عايزين نعرف أحوال الجو إيه، خصوصا أن احنا حاسين بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إن شاء الله ده مستمر معانا ولا هيكون في ارتفاع ولا إيه درجات الحرارة المتوقعة؟ هو فعلا كان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره امس واول امس، سجلت امس القاهره العظمى 31 درجه، هيستمر هذا الانخفاض ان شاء الله على مدار هذا الاسبوع، وطبعا احنا بدانا فصل الخريف ومتوقع ان يكون ده المعدل الطبيعي لدرجات الحراره خلال هذا الوقت من العام. درجات الحراره المتوقعه بالنسبه للقاهره هتكون 31 درجه، وطبعا بيكون في انخفاض اخر اثناء الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح الباكر، بتصل درجة الحرارة الصورة ل 22 درجة مئوية، فبنحس بعض الشيء بالبرودة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، لكن احنا ما بننصحش بتثقيل الملابس بشكل كبير في هذه الفترة، لأن مع سطوع أشعة الشمس وظهور النهار بتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى، وخاصة في فترة الظهر والعصر بتكون بتميل إلى الحرارة بعض الشيء. نسب الرطوبة أعتقد برضو انخفضت دكتورة إيمان. ده حقيقي فعلا، هي فعلا نسب الرطوبه انخفضت، وده طبعا حسسنا اكتر بانخفاض الحراره. طبعا الحاجه اللي احنا بنحذر منها خلال هذه الفتره هي السبوره المائيه اللي بتكون في الصباح الباكر، ودي تحديدا على الطرق الزراعيه والصحراويه. بنشكرك جزيل الشكر دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه.
نروح لجولتنا الإخبارية نشوف أهم أحداث مصر امبارح. كان في الحقيقة مؤتمر ومهرجان ثقافي بقاعة نجيب محفوظ بجريدة الأهرام بالقاهرة، نظمته حركة بان أفريكان موفمنت العالمية لدعم التنمية والوحدة ونبذ الإرهاب. المهرجان جه تحديدا بمناسبة مرور 120 سنة على حركات، أو تحديدا نداء تحرير دول القارة الإفريقية بأكملها وإنهاء العبودية والحكم العنصري. نتابع تفاصيل أكثر حول هذا المهرجان في سياق تقريرنا التالي. استضافت مؤسسة الأهرام الصحفية فعاليات المؤتمر الأول لمنظمة بان أفريكان موفمنت العالمية، والذي نظمته الحركة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشاركة المجلس الاقتصادي الأفريقي والجمعية الأفريقية وأسرة وادي النيل. مصر النهارده بترجع لدورها الريادي في افريقيا تاني، يعني لما نتكلم في البان افريكان موفمنت، في الكوميسا، في الساحل والصحراء، كل دي حركات بتدعم التوحد الافريقي. خلال المؤتمر تم افتتاح معرضا للفن التشكيلي بعنوان افريقيا في قلب مصر، شارك فيه مجموعه من الفنانين من مختلف دول القاره السمراء. شفنا ابداعات اخواننا المصريين والافارقه، ودي بتدعو دائما للتكاتف الافريقي العربي. مصر هي نبض افريقيا ونبض الشعوب العربيه، النهضه الافريقيه عن طريق مصر، النهضه العربيه برضه عن طريق مصر. الى جانب هذا المهرجان الثقافي انطلقت اعمال مؤتمر مشترك لدعم التنميه ونبذ الارهاب بحضور الوزير الاسبق محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، والدكتور محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الافريقي، والمفكر والباحث في علم المصريات الدكتور وسيم السيسي. الحقيقة الفنون بجميع أشكالها، سواء فن تشكيلي أو سينما، مسرح، تلفزيون بما فيها من دراما وموسيقى، كل هذه الأشياء هي تأثيرها كبير جدا على وجدان الناس، وهي قادرة على التغيير والرقي بالإنسان إلى حد بعيد جدا. فكر الحرية من هذه الأفكار المصرية النبيلة، وقاموا على تأسيس رابطة أفريقيا المتحدة، أو المعروف ببان أفريكان موفمنت جلوبال، رابطة أفريقيا المتحدة العالمية، من أجل توحيد دول القارة. إحساس أفريقيا ناحية مصر أنها أم، وإحساس مصر ناحية أفريقيا أنها منها وهي منهم. في نهاية المؤتمر تم تقليد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام فارس التنمية والأمن والسلام، وأيضا تكريم بعض الشخصيات العامة، بالإضافة إلى توزيع شهادات التقدير على الفنانين المشاركين بالمعرض. الفن التشكيلي والتعبير بالرسم والألوان عن قضايانا المختلفة من أهم آليات التقارب والتأثير بين الشعوب، في ظل جهود مصرية حثيثة لتقوية علاقات التعاون والصداقة مع أشقاء القارة الأفريقية لمواجهة التحديات وحل الكثير من المشكلات. ياسين سيف، النيل. ومن مؤتمر بان أفريكان موفمنت الثقافي لمبادرة فكرتك أو فكرتك شركتك اللي تم الإعلان عنها مؤخرا طبعا، لدعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، وأيضا تعزيز بيئة الأعمال وريادة الأعمال في مصر، وتشجيع أيضا الشباب على الاستثمار وإنشاء شركات صغيرة. بالأمس دشنت وزيرة الاستثمار سحر نصر هذه المبادرة، مبادرة فكرتك شركتك زي ما قلنا، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة. المبادرة منذ إطلاقها الحقيقة تلقت حوالي 2100 فكرة حتى الآن. الوزيرة بتقول أن معظم هذه الأفكار أفكار متميزة، وأشارت أنه المبادرة دي بتهدف لتشجيع المشروعات الناشئة، وبتعتبر زي برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر. نروح لقطاع السياحة والطيران، وتصريح لنائب رئيس وكالة السياحة الفيدرالية الروسية رومان سكوري عن تفاؤله بعودة الطيران الروسي إلى مصر قريبا. أعتقد أن ده تصريح مهم جدا، ويبشر الحقيقة أن في الفترة اللي جاية في حاجات حلوة إن شاء الله في مجال الطيران. إحنا طبعا زي ما قلنا لحضراتكم في بداية لقائنا، هيكون في معنا حوار متعلق بالسياحة الروسية تحديدا، وإزاي ممكن إن شاء الله ده يكون بادرة أمل هذه التصريحات الإيجابية من الجانب الروسي لعودة السياحة مرة أخرى. المسؤول الروسي ورئيس وكالة السياحة الفيدرالية الروسية أكد خلال لقائه مع رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة ونائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية في موسكو
موناكو أكد أنه في تواصل مستمر مع الجانب المصري في هذا الصدد، وأشار إلى وجود تقدم ملحوظ فيما يخص رفع حظر الطيران، وتحدث أيضا عن إمكانية زيادة معدلات السياحة المصرية لروسيا في الفترة القادمة. هنسيب القاهرة قليلا ونروح لبروكسل في بلجيكا. تم افتتاح معرض فني بيستكشف تاريخ الإسلام في جميع أنحاء أوروبا. هذا المعرض اللي فتح أبوابه للزائرين لقى إقبال كبير بالفعل في محاولة لبناء جسور ما بين الثقافات المختلفة، سواء كانت ثقافات إسلامية أو غير إسلامية. كمان المعرض المنين بأكد حقيقة الحياة أنه الإسلام ليه فضل كبير جدا على الحضارة الغربية، لأنه منذ الفتح الإسلامي لأوروبا الحقيقة أوروبا كانت في عصر الظلام، واستفادت جدا من النهضة الإسلامية اللي كانت موجودة في الحضارة الإسلامية في الوقت ده. المعرض بيتناول تأثير الحضارة الإسلامية في أوروبا منذ الفتح العربي وما بعده، وبالتأكيد ده بيمثل أن الإسلام أحد الركائز الأساسية لنهضة الحضارة الغربية. تلك ليست أعلام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بل هي براقة استخدمت فيها أعلام الدول الثلاث، تجدها في مدخل معرض الإسلام تاريخنا أيضا. المعرض الذي افتتح في بروكسل يهدف إلى استكشاف تاريخ الإسلام وتراثه الثقافي الثري في أنحاء أوروبا المختلفة، ومحاولة لبناء جسور تواصل بين الأوروبيين المسلمين وغير المسلمين. من المهم أن يكون لدينا هذا النوع من النهج التربوي، هذا النوع من الحوار، والمعرض معني بالقيام بذلك بالتحديد، أن يظهر أن المسلمين جزء كبير جدا من أوروبا وأنهم ينتمون إلى هنا، وهذا حضور قديم على الأراضي الأوروبية وكان لهم نفوذ وتأثير مهم على هذه الحضارة. يكشف المعرض أيضا الحضارة الغنية التي جلبها المسلمون في بدء الأمر إلى أوروبا في العصور الوسطى، عندما كانت أوروبا متخلفة عن الركب الثقافي. لكن المعرض الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية وقلب الاتحاد الأوروبي يتناول أيضا قضايا صعبة بما في ذلك التطرف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والسلطات البلجيكية يستفيد المعرض في تقديم تاريخ التواجد الإسلامي الطويل على التراب الأوروبي وما قدمه وأثر به الحضارة الغربية في الطب والفلسفة والهندسة المعمارية وحتى الدبلوماسية واللغة والغذاء. المعروضات تسرد قصة ثلاث حقب رئيسية للتواجد الإسلامي في أوروبا، من الفتح العربي لإسبانيا في العصور الوسطى إلى الحكم العثماني لجنوب شرقي أوروبا بدءا من القرن الرابع عشر، وحتى الحقبة الاستعمارية التي فتحت الطريق أمام المسلمين من الشرق الأوسط وإفريقيا لبدء الاستقرار في أوروبا في القرن العشرين. توقع المنظمون أن يثير المعرض ردود فعل قوية بما في ذلك من أوروبيين غير مسلمين يخشون وقوع هجمات إرهابية أخرى مثل تلك التي وقعت في باريس وبروكسل ولندن على التراب الأوروبي. لديك ردود فعل من كل الأطراف، لذا ما أفعله هو الترحيب بكل النقاشات. أريد أن أظهر أن الأمر ليس كذلك وأن الواقعية التاريخية مختلفة. العديد من الزائرين أكدوا أن الوقت قد حان لإعادة إحياء ذلك التراث القديم والغني بدلا من طمسه. تعالوا نروح لخبر علمي، ظاهرة علمية الحقيقة اسمها الشفق القطبي. معروف طبعا الشفق عندنا هنا بنشوفه دايما وقت الغروب، بيبقى بيتميز بألوان معينة كده في السماء، بيستمر الفترة قليلة قبل يعني الليل ما يعني ليل. زي ما احنا شايفين ده الشفق القطبي اللي التقطته عدسات الكاميرات من المحطة الفضائية الدولية واللي نشرته وكالة الفضاء الأوروبية مؤخرا. طبعا ظاهرة الشفق القطبي بتحدث عندما يصطدم إلكترونات وبروتونات محملة بشحنة كهربائية في المجال المغناطيسي للأرض مع ذرات محايدة كهربائيا في الغلاف الجوي الأعلى. هنتكلم دلوقتي بقى عن الطعام الصحي اللي المفروض مش بس البالغين يتناولوه، ولكن تحديدا الأطفال والطلاب في فترات الدراسة المختلفة. إيجاد الطعام الصحي للأطفال هو أمر مش سهل، ولكن أمر مهم جدا وحيوي علشان يكون في نظام غذائي سليم وصحي بيمشي عليه الأطفال، وأيضا ساعات نوم محددة بتؤدي لتنمية العقل والفكر. هيكون ممكن من الصعب وضع نظام غذائي
غذائي محدد يمشي عليه الأطفال وإلزامهم بيه؟ طبعا الموضوع صعب أكيد، ولكن محتاج مجهود من الأسرة أو الأب والأم وأيضا من المدرسة في محاولة لإرضاء الأطفال للأكل اللي بيأكلوه وأيضا توفير الغذاء الصحي لهم اللي بيعتبر مؤشر للمستقبل الغذائي. من أفضل الأطعمة الصحية للأطفال وفقا لخبراء التغذية البيض، لأنه مصدر كبير جدا للبروتين وعدد من الفيتامينات مثل فيتامين A و D والأحماض الأمينية اللي بتساعد الأطفال طبعا على النمو القوي والتطور بشكل طبيعي. لكن طبعا نحذر الإفراط في تناول البيض، لأنه تناول المزيد من البيض ممكن أنه يسبب ارتفاع في مستويات الكوليسترول. كمان التوت مهم جدا لأنه أنتي أكسيدنت أو مضاد الأكسدة، ده بيعزز الجهاز المناعي وبيمنع أي التهابات في سن مبكرة وبيحتوي على ألياف غذائية مهمة جدا. المكسرات من الوجبات الخفيفة المحببة جدا للأطفال، بتوفر لهم قيمة غذائية عالية قوي وممكن تبقى بديل للحلويات والسكريات المضرة. كمان الزبادي مهم جدا، لأنه كوباية واحدة من الزبادي بتحتوي على عناصر بتحسن الهضم، بتساعد في تحقيق التوازن في البيئة البكتيرية للمعدة. نتمنى طبعا أنه كل الأطفال والطلاب في مدارسنا يعني يوفقوا في العام الدراسي الجديد، وأولياء الأمور طبعا يساعدوهم بالتغذية السليمة بالنصائح المهمة بالإرشادات والمتابعة في كل لحظة. بكده مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لختام هذه الجولة الإخبارية المتنوعة، وبعد الفاصل نشرة رياضية إن شاء الله.